الحمد لله رب العالمين يا رب اغفر ذنوبنا وتول امرنا ورحم خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وانصر مظلومنا واجبر مقصورنا. اللهم انصر كل مظلوم، اللهم اجبر كل مقصور، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا سالما رددته، ولا عاصيا الا هديته. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اسقنا بيد نبينا الكريم شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله اذا وضع ابن ادم على خشبة الغسل نادى عليه ملك وقال له يا ابن ادم يا ابن ادم اين لسانك الفصيح ما اسكتك، يا ابن ادم اين صوتك الشهي ما اخرصت، يا ابن ادم اين ريحك الطيب ما غيرت، يا ابن ادم اين مالك ما افقرت. فاذا ما وضع في كفره نادى عليه الملك وقال له يا ابن ادم اجمعت الدنيا ام الدنيا جمرتك، يا ابن ادم اتركت الدنيا ام الدنيا تركتك، يا ابن ادم استعددت للموت ام المنيه عاجلتك، يا ابن ادم خرجت من التراب ورحت الى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب كذنوب. ابن ادم يا ابن ادم اين لسانك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا ابن ادم. عندما تموت لا تملك ان تخلع ثياب نفسك بنفسك، عجزت عن كل شيء حتى خلع الثياب. عندما تموت لا تستطيع ان تستر عورتك بيديك على خشبة الغسل. عندما تموت لا تقرا على صب الماء بنفسك على نفسك. يا ابن ادم اين لسانك الفصيح ما اسكتك، يا ابن ادم اين صوتك الشهي ما اخرسك، يا ابن ادم اين ريحك الطيب ما غيرك.
وابن آدم أينما لك أينما لك أينما لك ما أقرأ. أقرأتم في التاريخ أن ميتا عندما مات أخذ معه دفتر الشيكات؟ أسمعتم في التاريخ أن الكفن له جيب توضع فيه أوراق البنكنوت؟ لا لا، ابن آدم عندما يفتح القبر لك بابه، عندما يفتح القبر لك فمه ليبتلعك كالأسد، ينادي عليك الملك: جمعت الدنيا ام الدنيا جمعت؟ فرقت الدنيا ام الدنيا فرقت؟ استعددت للموت ام المنية عاجلت؟ يا ابن ادم خرجت من التراب وعدت الى التراب، ولكن شتانا ثم شتانا بين الخروج وبين العودة. خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب بكل ذنب. عندما يولد ابن ادم يسر الله له بكلمة، وعندما يموت يسر الله له بكلمة. عندما يولد ابن ادم يقول الله له سرا: ابن ادم جئت الى الدنيا صاخرا نقيا لا ذنب ولا سيئة فاحفظ امانك. وعندما يوضع ابن ادم في خشبته ليدفن يسر الله له قائلا: يا ابن ادم لماذا ضيعت امانتي؟ لماذا نبكي على الدنيا؟ نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاسرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى سحواه لحظ ضيق؟ خرس اذا نودوا، خرس اذا نودوا كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حرار مطلق. خرس اذا نودوا اذهبوا اليهم ونادوا عليهم، نادوا على الذين اكثروا في الارض الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. ان ربك لبالمرصاد. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله اوصى بالامهات خيرا وقال: ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووقت البنات ومنع وهات وكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ما هذا الأدب يا ابن عبد الله؟ ما هذا الخلق يا أستاذ الإنسانية الأكبر؟
يا قائد المسلمين الاعظم، يا صاحب الرسالة العصماء، ما هذا الخلق؟ حرم عليكم عقوق الامهات، حرم عليكم وقت البنات، حرم عليكم منع وهات. اي قال للناس هاتوا ما عندكم، ولما طلب الناس منه شيئا منعه عن الناس. لا يعرف العطاء ولكنه يعرف الاخذ. كره لكم القيل والقال، اي الكلام الذي لا خير فيه. كره لكم كثرة السؤال، الالحاح على الناس. كره لكم اضاعة المال، لان المال امانة. هذه اخلاقه، هذه تعاليمه، هذه حياته، هذا سلوكه، هذا هو محمد نبينا. سيدي ابا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله، كيف ترقى رقيك الانبياء؟ يا سماء ما طاولتها سماء، انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. انت مصباح كل خير، انت مصباح كل خير، فما يصدر الا عن فضلك الانواع. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النتائج وما ناحت على الايك الحمائل. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، فاجعل الله صاحبا وافرح الناس جانبا. من استعد بغير الله جعل الله ذله على يديه، ومن اعان ظالما سلطه الله عليه. فلا امان للمال ولو كفر، ولا امان للدهر ولو صفى، ولا امان للسلطان ولو قرب منه. معشر السادة، الى اين الذهاب؟ الى اين الذهاب؟ الى سيدنا محمد سيد الاحباب. مع الدرس السابع عشر بعد المئة الثالثة، انتقل بحضراتكم الى قبر عبد الله الوالد العظيم للحبيب العظيم محمد. الى هناك لنبدأ من الحديث ما كان قد انقطع. من مالك الملك؟ من الذي يؤتي الملك من يشاء؟ من الذي ينزع الملك ممن يشاء؟ من الذي يعز من يشاء؟ من الذي يذل من يشاء؟ من الذي بيده الخير؟ من الذي على كل شيء قدير؟ من الذي يولج الليل في النهار؟ من الذي يولج النهار في الليل؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يرزق من يشاء بغير حساب؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله،
لله الواحد القهار، لله، لله ولا احد غير الله. اذا علمت هذا فلا تركع ولا تسجد الا لله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وقر ابن آدم حين يسأل يغضب. إذا علمت هذا يا ابن آدم فاجعل بربك كل حسك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن حسك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن حسك ميت. إذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أيها السادة الأعزاء، نحن الآن أمام قبر عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم في المدينة التي نورها الله بهجرة حبيبه إليها، وأرى أمامي على باب القبر سيدنا محمدا وهو ابن 6 سنوات، وارى امه آمنة وقد بلغت من العمر 25 سنة. ارى آمنة امام قبر زوجها الذي ما عاشرها بعد الزواج الا اياما وتركها، ولكنه ترك في احشائها خير ثمرة، في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. انها شجرة نبتت في حرم ونزقت في كرم، فكانت عطرته خير عطرة وشجرته خير شجرة وثمرته خير ثمرة. ترك في بطنها جنينا قالت عنه امه آمنة: كنت اسمعه يسبح الله وهو في بطني. سيدي، ما الذي جاء بك الى هذا المكان يا سيدي وانت في 6 من عمرك؟ وهل لأمثالك أن يجلسوا أمام المقابر وأنت الزهرة الندية التي أخذت أنامل الربيع تمسحها فتفوح في الكون شبا وعبيرا وأريجا فواحا؟ ما الذي أجلسك في عالم الموتى وانت الكوكب في بهائك واصغر من السحابة في سمائها واوسع من ماء الغمام؟ من الذي دفعك الى ان تجلس هذا المجلس وانت في سن لا يسمح لك بالاحسان، وكان الاولى بك ان تكون كما قال اخوة يوسف: ارسله معنا غدا يرتع ويلعب؟
لكنه والله ما عرف اللعب ابدا وما عرف اللهو ابدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الاحزان، كان دائم الاحزان، وكان يقول ما لي وللدنيا، انما انا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة. المعرفة رأس مالي، والعقل اصل ديني، والحب اساسي، والشوق مركبي، وذكر الله انيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. هذا هو حبيبنا، هذا هو رسولنا، هذا هو استاذنا، هذا هو مرشدنا، هذا معلمنا، هذا قائدنا، هذا شفيعنا، هذا امامنا، هذا رائدنا، هذا حامل لواء الحمل، هذا صاحب الموقف المشهود والمقام المحمود والحوض الموعود، هذا الذي ناداه ربه مرحبا. هذا انتهت الزيارة ورجع محمد مع امه آمنة ومع السيدة بركة الحبشية. رجع الركب الى مكة حيث كان عبد المطلب في انتظارهم جميعا، وتوجه الركب الى مكة ولم يكن احد يعلم ماذا في صفحات القبر. ابدا ابدا. وقرب المدينة وفي مكان يسمى الأبواء توقف الركب عنوة واضطرارا. الليل هجم بجحافله وخلع على الكون عباءة سوداء، ولك فالوجود في قمصره غارت النجوم ونامت العيون وهجعت الاطيار في الاشجار والاسماك في البحار، ولم يبق الا باب واحد هو باب الواحد القهار. وشكت آمنة ألما، شكت آمنة أم رسول الله وجعا. لم يكن هناك طبيب ولا إسعاف، إنما كان هناك جبال اشرعت اعناقها، وكان هناك صحراوات شاسعات امتدت اطرافها، وكان هناك ليل مدلهم كموج البحر ارقى سجوله، وكان هناك حبة زرقاء
نثرت على صفحتها دراهم بيضاء، هي النجوم على فراش السماء. وآمنة فإن أمينا فالمرض قد استبد، وتوشك كف القدر أن تملأ كأس العمر. المرض استبد والقدر يرفرف بأجنحته على روحها، هي لا تريد أن تموت حتى لا تترك اليتيم وحده، ولكن الله يريد لها أن تموت لتترك اليتيم لربه. هي تجذب محمدا الى صدرها والموت يجذبها اليه. ان الكون كون تسيح الأضجاء لا تسمع فيه الا اسودا تزمجر ووحوشا تسأر وعواصف تمزق سكون الليل تمزيقا، وليس في احشاء الصحراء الا اليتيم وامه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اهذا هو الحبيب المصطفى؟ نعم نعم. لا اقول كانه هو، انما اقول انه هو. هو ولكل شيء حقيقة، وحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو. إنه السيد الجليل، إن أمه تموت أمامه. لا إله إلا الله. آمنة، آمنة تسلم الروح إلى الله وتجذب محمدا إليها وتقول له يا محمد كن رجلا. وصية أم، وصية أم تسلم الروح في ظهرة الشباب، فما كانت آمنة قد بلغت من السن إلا 25 عاما. يا محمد كن رجلا، كن رجلا، كلمة غالية خرجت من قلب مفعم بالحنان والرحمة. كن رجلا، والرجولة لا توزن بالقناطير انما توزن بالدراهم كميزان الذهب. كن رجلا، كن رجلا على شدائد الايام يا يتيم. كن رجلا. ولقد كان الحبيب رجلا، كان سيد الرجال، كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا،
وكان كن رجلا. ولقد كان الحبيب رجلا، كان سيد الرجال، كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الابطال مثلا. كان رجلا يوم مولده خر ساجدا لله، وكان رجلا في مهد، وكان رجلا في رضاعته، وكان رجلا في صباه، وكان رجلا في شبابه، وكان رجلا في كهولته، وكان رجلا في رجولته، وكان رجلا في شيخوخته، وظل رجلا رجلا حتى لقي الله واصبح في الرفيق الاعلى، واسلمت آمنة الروح الى خالقها. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. دع الايام، دع الايام تفعل ما تشاء، وقف نفسا اذا حكم القضاء. كان سيدنا محمد يومها في سن السادسة، وقام الحبيب مع بركة الحبشية وحفر قبرا لآمنة، حفر لها القبر وأودعاها تحت التراب، وأهال التراب على أعظم بطن أنجب أعظم مخلوق عرفه الدنيا. أهال التراب على أعظم بطن أنجب أعظم مخلوق عرفه الدنيا. ذهب إلى المدينة بأمه، ورجع إلى مكة بلا أم. ترك اباه هناك في المدينة عند اخوال ابيه من بني النجار، فان هاشم بن عبد مناف تزوج بسلمى بنت زيد ابن عمرو من بني عدي ابن النجار، وانجب منها عبد المطلب، وعاد الحبيب عاد الى مكة بعدما استودع امه التراب ووسدها الثرى، فاصبحت بعد الغبارة والنضارة ورونق الحياة تحت اطباق الثرى جسدا هامدا ورفاة سحيقة وصعيبا جرزا. لقد غدته سريعا، ولكنه فقدها رضيعا. رجع مع بركة يتقلب على بساط اليسن، كلما اوسك البساط كلما اوشك البساط ان ينطوي يمتد من جديد، ولكن هل مقادير الله
وقف على حياة الوالدين؟ لا وألف لا. إن مقادير الله ليست وقفا على أحد. ولقد ضرب القرآن الكريم لنا المثل الأعلى والدرس الأسمى عندما انتزع إخوة يوسف من بين أحضان يعقوب أخاهم يوسف. كان يعقوب يأسو جراحه ويريش بحنانه جناحه، ولكن بين غمضة عين وانتباهتها جاءوا أباهم عشاء يبكون. ماذا جرى؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قالوا فأكله الذئب ولم يقولوا فاسترسه الذئب، لأن هناك فرقا بين أكله وبين افترسه. الافتراس يقتضي أن يكون الذئب أكل بعضه وأبقى بعضه، أما الأكل فيقتضي أن يكون الذئب قد أكله كله. خافوا أن يقولوا افترسه حتى لا يقول لهم اذهبوا واعطوني بما بقي من جسده. قالوا فأكله لم يبق منه ولم يضر، اللهم إلا هذه الدماء على قميص. ونظر يعقوب، نظر يعقوب نظرة المؤمن وقال له أي ذئب عاقل في هذا الوجود يأكل الإنسان دون أن يمزق من قميصه شيئا؟ حتى عروة الأسرة سليمة ائتوني بهذا الذئب العاقل، كيف أخرج يوسف من قميصه كما تسل الشعرة من العجين دون أن يمزق قميصا أو يخدش شيئا؟ اذهبوا واتوني بهذا الذئب، إنه ذئب آدمي وليس ذئبا حيوانيا مفترسا. ولكن إذا حل القضاء ضاق الفضاء، ماذا يفعل النقاش وماذا يجد الجدال؟ واخيرا قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهل غيرت المقادير مسيرها مع يوسف؟ خطف من بين احضان ابيه، هل نفعه ابوه؟ لا. هل وقفت المقادير في مجاريها؟ لا. إن الله نقل يوسف من غيابة الجب إلى غاية الحب، ونقله من حصير السجن إلى سرير الملك، ونقله من مراودة زليخا إلى إكرام صاحب العظمة والكبرياء. وهكذا عاد الرسول مع أم أيمن وقال له وهو يكرمها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي.
انت امي، بعد امي، انت امي بعد امي. معشر السادة، ولا بد لي ان اقف عند هذا الحد، فان المقام لا تشرحه العبارة، واقسم لكم لو اوتيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة، ومنحت ريشة من الجنة، واعطيت قدرة التصوير على التعبير، ما استطعت ان افصل هذا المقام اكثر من هذا، ولكنها يا حبيب الله عجالة، اعتبرها غيظا من فيض، وجزءا من كل، وقطرة من بحر، وسطرا من قمطر، وما انا معك الا كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة. سيدي بسلامة الله تعود الى عبد المطلب جدي، وبمشيئة الله التقي بك اذا ما جمعنا لقاء في مستقبل الايام. ايها السادة الاعزاء، عقارب الساعة تزحف فوق رأسي، واجد الان انتقل من هنالك من قبر عبد الله الى هناك، الى مكة وعبد المطلب الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اعمل ما شئت، اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. اعمل ما شئت، ما زالت الايام شيمتها الغدر، وبعد صفو الليالي يحدث الكبر. اعمل ما شئت، كما تدين تدان، ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين،
واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، اسمعوا الى ما قاله سيد الانبياء بالصورة للحياة، وانا اسوق هذا الكلام الى امة الاسلام في مشارق الارض ومغاربها، لان حال المسلمين يدعو للاسى ويدعو للالم والانين والبكاء، حيث البكاء لا ينفع والانين لا يشفع. اسمعوا الى ما قاله الحبيب المصطفى: ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والهدى يوم الضلالة والصل يوم الحرور والنجاة يوم الحشر فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن. رجحان في الميزان، رجحان في الميزان، وحرز من الشيطان. هذا كلام من؟ كلام سيد الأنبياء. إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء، إن أردتم النجاة يوم الحشر، إن أردتم الهدى يوم الضلالة، إن أردتم كل ما في الكون من سعادة فادرسوا القرآن، ادرسوا القرآن. ونحن نمر في أيام عصيبة صعبة وعصيبة تجتاح الأمة فيها رياح هوج تقتلع الأخضر واليابس. مؤتمرات في بغداد، مؤتمرات في الرباط، مؤتمرات وخطب في كل مكان. لماذا؟ لإعادة بيت المقدس ويعاد في المسجد الاقصى. قلت سبحان الله، وهل يعاد بيت المقدس بالكلام والبيانات واعلان الحرب على من لا يغفل ولا ينام؟ لا، حرب على الله هنا وحرب على الله هناك، حرب على الله هنا، تهكم على الإسلام، تهكم على كل مصل يصلي لله. جريدة الأخبار لا هم لها إلا التهكم على الذين يصلون وعلى الذين يعبدون الله وعلى الذين ينادون بكلمة الله ويسمونهم بفلان الطرطور، ثم بعد ذلك يكتبون عن المصلي او عمن اراد الاعتكاف في بيت الله يتهمونه بالهوس الديني. وحرب على الله هناك. تعالوا معي الى ما قاله امير المؤمنين عمر، تعالوا معي الى ما فعله امير المؤمنين عمر. كان عمر قدوة وقيادة، كان قدوة وكان قيادة، كان عمر قدوة وكان قيادة، كان عمر قدوة في سلوك، قدوة في بيت. اسمع اليه ماذا حدث له. كان
ليلة في مسجد رسول الله يتهجد ويقوم الليل في روضة رسول الله. ثم ماذا؟ ثم ماذا ايها الاخوة؟ جاءه احد عماله من بلاد ما وراء النهر، ولما دخل المدينة والليل مدلهم لم يرضى ان يذهب الى بيت عمر حتى لا يوقظه من نومه، ربما يكون عمر نائما. وجل من لا يغسل ولا ينام، ان الكون كله ينام وخالق الكون لا ينام، لا ينام ابدا. من الذي لا تدركه الابصار؟ من الذي يدرك الابصار؟ من الذي لا تحويه الاقطار؟ من الذي لا يحويه مكان؟ من الذي لا يجري عليه الزمان؟ من الذي لا يؤثر فيه الليل ولا النهار؟ من الواحد القهار؟ من الحي الذي لا ينام؟ من الحي الذي لا يموت؟ من رافع السماء بلا عمد؟ وحد الله. دخل علي عامله المدينة، استحى ان يذهب الى بيت عمر حتى لا يوقظ عمر من نومه، فقال اقضي الليلة في مسجد رسول الله، وسيأتي امير المؤمنين ليصلي الفجر اماما بالمسلمين في هذا المسجد، لان الخليفة لم يكن له قصر ولم يكن على قصره حرس ولم يكن له حياة فوق الحياة، انما كان يلتقي بالمسلمين كل يوم 5 مرات في بيت الله. ودخل العامل مسجد المصطفى ونام، ونام العامل في ركن من اركان المسجد، واخذ الليل يرخي سدوله ويسحب سيوله، وقبيل الفجر سمع العامل صوتا متهججا باكيا مولولا يقول: يا رب، ها انا ذا ببابك لألوذ بجنابك، فلا تطردني من رحابك. اقبلت توبتي فاهنئ نفسي، ام رددتها علي فاعزي نفسي. ويسمع العامل ويقول: من انت يرحمك الله؟ فيقول له: انا عمر بن الخطاب. اانت امير المؤمنين؟ نعم انا. كيف لا تنام يا امير المؤمنين؟ لقد خشيت ان اذهب اليك في بيتك فاوقظك من نومك، كيف لا تنام؟ ويقول خليفة العادل: يا هذا، انني ان نمت النهار اضعت رعيتي، وان نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ان نمت النهار اضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي. وصلوا الفجر،
خبروني بربكم من حكام المسلمين يحرص على صلاة الفجر؟ من حكام المسلمين يأتي الى المسجد ولو مرة كل عام؟ هذا يقوم الليل، عمر يقوم الليل، وقولوا للمؤتمرين هناك لانتزاع بيت المقدس من منكم يحفظ من القرآن آية؟ قولوا لحكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ماذا قدمتم لدين الله وماذا قدمتم لشريعة رسول الله؟ وإذا كان لي كلمة أقولها في هذه الأيام فإنني أقول لأصحاب اللحى، لأصحاب الذقون الذين دخلوا مجلس الشعب وظلوا فيه 3 سنوات وكان برنامجهم تطبيق شريعة الله وخرجوا من مجلس الشعب، اقول لهم ماذا تقولون لله يوم القيامة اذا قال لكم عاهدتموني ووعدتموني على ان تطبقوا شرع الله؟ فاين الوعود واين العهود؟ اين الوعود واين العهود؟ واين شرع الله واين تطبيق شرع الله؟ وها هو ذا التاريخ يعيد نفسه، نزلوا الينا ووعدونا بانهم سيفعلون ولن يفعلوا شيئا، لن يفعلوا شيئا لان هجرتهم الى الدنيا وليست هجرتهم الى الله. واخذ عمر عامله الى بيته بعدما صلوا الفجر ودخل بيت امير المؤمنين وكان بيته غاية في التواضع، لم يكن في بيت امير المؤمنين سرر مرفوع ولا اكواب موضوع ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبتوتة، انما نادى على زوجته ام كلثوم بنت الامام علي وفاطمة الزهراء وزوج امير المؤمنين عمر وقال لها يا ام كلثوم ان معي ضيفا فماذا عندك من الطعام؟ ان معي ضيفا فماذا عندك من الطعام؟ اتدرون ماذا عندها؟ هل كان عندها ثلاجة من طراز واستنجها و14 قدم او 15 قدم؟ لا، والله الذي لا اله غيره لقد قالت له بكل صراحة ليس عندي الا بعض قطع الخبز وبعض حصاد الملح، ملح وخبز، خبز وملح، حصاد ملح وقطع خبز، في بيت من؟ في بيت من؟ في بيت من؟ في بيت الذي حكم البلاد من اقصاها الى اقصاها
ومن ادناها الى اعلاها. احضري ما عندك من الطعام يا ام كلثوم، ليس عندك الا خبز وبعض حصاف الملح. في بيت امام، في بيت امير المؤمنين عمر الذي حكما من خليجها الى محيطها، الذي حكم البلاد من اقصاها الى اقصاها ومن ادناها الى اعلاها. احضري ما عندك من الطعام يا ام كلثوم، ليس عندي الا خبز وبعض حصاف الملح. لا اله الا الله. ان جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع او تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري ابا حفص وسيرته، او من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها. ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. خبز جاف، بعض حصات الملح. يوضع هذا الطعام امام عمر وضيفه، ويأكلان ويشربان بعض الماء، ثم ينظر عمر الى ضيفه ويقول لا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيما جئتنا يا اخي. اكلا وشربا. فيما جئتنا؟ قال له اتيتك من قبل حاكم اذربيجان بهذه الهدية لك خاصة. ويفتح عمر الهدية فيجدها علبة من الحلوى، فيحمر وجهه وتفيض عيناه بالدم وتنتفخ اوتاجه، ويقول عمر للعامل اكل المسلمين اعطيتهم هكذا؟ فيقول العامل انها لك خاصة يا امير المؤمنين، فهذه الحلوى لا تصنع الا في هذا الاقليم. فقال له عمر تكلتك امك، ابحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر. لم تجد بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر. فكلتك امك، فكلتك امك، خذ هذه الحلوى واطعم بها فقراء المسلمين في المسجد، وقل للحاكم هناك ان عمر يقول لك لو عدت الى مثلها بعد اليوم فلأنزلن بك قاصمة تقسم عظام ظهرك. الراشي والمرتشي في النار. لعن الله الراشي والمرتشي والرائس. الراشي الذي يدفع، والمرتشي الذي يأخذ، والرائش الذي يوصل الرشوة من هذا الى ذاك. قولوا لحكام المسلمين اذا كان فيكم قدوة كعمر فان المسجد الاقصى سيعاد،
واسرائيل ستسلم لكم الاحلام اذا كان فينا امثال عمر الذي اكل الحصى والخبز. اكل حصى الملح واكل الخبز. ايها الاخوة الاعزاء، ومع هذا الجلال والجمال والكمال والعلم والورع والتقى والزهد، اسمعوا ماذا جرى لعمر. تأتي امرأة حملت من الزنا، فيقوم عمر ليجلدها 100 جلدة، وعندما يعزم على جلدها اذا بعلي بن ابي طالب يصيح كالاسد الهصور ويقول ويحك يا عمر ويحك. فيقول عمر ماذا يا علي؟ فيقول له علي كيف تجلدها وهي حامل؟ ان كان لك ولاية على جلد ظهرها فليس لك ولاية على جلد ما في بطنها. ان ما في بطنها بريء ليس لك ولاية عليه. دعها حتى تضع حملها ثم اقم عليها الحد. فماذا قال عمر؟ اتدرون ماذا قال؟ والله لو كان هناك غير عمر كما يحدث بين صفوف المسلمين اليوم لامر باعتقال علي. اعتبروا يا اولي الابصار، اعتبروا يا من ملأتم بقاع الارض ظلما، اعتبروا يا ايها الجبابرة، يا ايها القياصرة، يا ايها الاكاسرة، يا ايها الاباطرة، اعتبروا يا اولي الابصار ماذا قال عمر عندما رده علي عن جلد امرأة حامل. ماذا قال عمر؟ قال باعلى صوته: لولا علي لهلك عمر. لولا علي لهلك عمر. ثم ماذا قال عمر؟ لا قال الله في ارض لست بها يا ابا الحسن. هذه هي القيادة، والقيادة قدوة. لا انانية ولا دكتاتورية ولا استبدادية. ان الاسلام لا يعرف الانانية ولا يعرف حكم الصدقة ولا يعرف حمامات الدم ولا يعرف الاستبداد. ان ابا سلمة وهو على فراش الموت، اتدرون ماذا كان يقول لزوجته ام سلمة؟ كان يدعو الله قائلا: اللهم ارزقها بزوج بعدي لا يخزيها ولا يؤذيها. حب الخير للعباد. مع ان بعض الناس اذا تزوج وخلى بعروسه ليلة زفافه يضع يدها على كتاب الله ليلة الزفاف ويقول لها احلفي بهذا الكتاب انك لا تتزوجين بعد مماتي. هذا كلام لا يليق بالدين ولا يلزمها الوفاء بهذا اليمين، انما تتزوج وتصوم 3 ايام لانه يحاول ان يحرم معها ما احل الله. الزواج حلال وتحريم الزواج حرام. وهذه انانية، هذه انانية لا تليق. ابو سلمة كان يدعو لزوجته
بعد وفاته ان يرزقها الله زوجا لا يخزيها ولا يؤذيها. فكانت تقول له ام سلمة: وهل تجد خيرا منك يا ابا سلمة؟ ومات ابو سلمة فدعت ام سلمة قائلا: اللهم اجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها. وتقدم لها ابو بكر بعد وفاة ابي سلمة وفوات العزة فقالت: والله لا اجد خيرا من ابي سلمة. فتقدم لها عمر بن الخطاب فقالت: والله لا اجد خيرا من ابي سلمة. فارسل اليها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليسعى عليها وعلى اولادها. فقالت لرسول رسول الله: اخبر رسول الله انني امرأة كبيرة السن وان معي اولادا كثيرة وانا شديدة الغيرة، لا اطيق العيش مع نساء غيره. فارسل الي الحبيب المصطفى وقال لها: ان كنت كبيرة السن فان رسول الله اكبر منك سنا، وان كان معك اولاد كثيرة فان رزق الاولاد على الله، وان كنت شديدة الغيرة فان رسول الله يدعو الله ان ينزع الغيرة من قلبك. وتزوجت بالحبيب المصطفى. ايها الاخوة الاعزاء، هذا ديننا وهذا اسلامنا. اسأل الله العلي العظيم ان يستر عوراتنا وان يؤمن روعاتنا. اللهم انصر ديننا ووفقنا لما فيه رضاك. اللهم وحد صفوفنا. اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا. اللهم ارفع راية الاسلام على بلادنا. ايها الاخوة الاعزاء، خشية ان ينقطع التيار الكهربائي فانني ادعوني واياكم الى ان نكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. سمعوا الصلاة على الحبيب النبي. قال: بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر هو مقاومة النفس الهوى حتى لا تتردى في القبائح. الصبر هو احتمال الكد. الصبر هو ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات حتى لا يتردى الانسان في الرذائل. والصبر قسمان: صبر بدني وصبر نفساني. واللي يحب النبي سمعني الصلاة على حبيب الله. اللهم صل عليه.
الصبر قسمين، صبر بدني وصبر نفسي. صبر بدني ان الانسان يصبر على مصائب الجسد، عامل عملية عنده مرض والمرض دايما يعل عليه وهو صابر لا يشكو الله الى عباده، كل ما اشعر بألم يقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، كل ما يقول الكلمة بربنا يقول له انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، كل ما يقول كده كل ربنا ما يكيل له حسنات، كل شيء له حساب الا الصبر يا رجالة. يعني من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، انما الصبر ربنا ليوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وبعدين ان الله يرسل الملائكة لتصب البلاء على العبد ثم يسألهم هل صبرتم عليه البلاء، فيقولون له نعم يا ربنا، فيقول لهم الله صبوا عليه البلاء صبا، فاني احب ان اسمعه يقول يا رب. يا سلام يا سلام، اسمعه يقول يا رب. ولذلك واحدة ست جاية لسيدنا النبي، شوف بتقول للنبي بتقول له يا رسول الله اني اصرع، عندي دور صرع، والصرع ده لما بيجي للانسان بتبص تلاقي فيه غيبوبة ويضغط باسنانه على لسانه ويخرج السبب من فمه وبتبقى حالته صعب، فادعو الله لي. واحدة بتسأل سيدنا النبي بتقول له انا مصابة بالصرع ادعو الله لي، فقال لها الحبيب المصطفى ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك جنة. ما توحد الله اخوة اقول لا اله الا الله، شوف الكلام، يعني تحب ان انا ادعي لك ربنا يشفيك في الدنيا ولا تأجلي الدعوة لليوم القيامة يبقى تمنها جنة، يبقى تمنها ايه جنة، ها ما الدنيا حتنتهي باي واضح، هو حد هيخلف ابدا، ما كلنا حنموت كلنا حنموت، يعني كل 120 سنة ربنا بينزل اللي فوق الارض كلهم تحت الارض، في حد بيعيش اكثر من 120 سنة؟ ده النبي محمد قال اعمار امتي ما بين 60 الى 70 وقلهم من يتجوز ذلك، يعني اعمار الامة بتاعت سيدنا محمد من 60 لـ70، اللي بيعدي 70 يبقى ده قليل جدا، مش زي زمان كان يبقى الواحد عنده 130 سنة وواحد ينادي يقول اللي شاف عيل زايا عنده كم سنة يقول عنده 130، يقول له عنده 130 وسايبه ماشي لوحده، ها؟ فتوحد الله، فتوحد الله قول لا اله الا الله. النهارده بيبقى الشاب عنده 20 سنة وتبص في وشه تلاقيه وشه مخطط ومقسم وعجوز عامل زي خريطة افريقيا، حاجة كلها معوجة، ها؟ امال ايه اللي جرى بس؟ النبي بيقول ايه اعمار الامة من 60 لـ70، اظن كل واحد منكم بيحسب نفسه دلوقتي بيقول انا عندي كام وفاضل لي كام، لا ابدا انا ما بقولش الكلام ده عشان احزن الناس على شبابها، ده الاعمار بيد الله، انما انا بقول ان زي الامام الغزالي رحمة الله عليه لما بيقول من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار، يعني ما دام بقى بلغت 40 يبقى دي تأشيرة بقى، تأشيرة دخول، دخول فين؟ انجلترا، هتروح للقنصل البريطاني عشان تاخد تأشيرة تسافر انجلترا وامريكا، لا دي تأشيرة دخول من دار الدنيا الى دار الاخرة، ما
مدام بلغت الاربعين بقى خذ بالك، لانك انت تبقى بدأت تطلع جواز السفر، وجواز السفر هنا مكتوب عليه يسمح له بدخول الدار الاخرة. ها؟ يبقى انتقل من مدينة القاهرة الى مدينة الاخرة. اللي يحب سيدنا النبي يسمعني الصلاة عليه، يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولذلك انا عايز اسمعك حديث قدسي بعد ما توحد الله. الحديث القدسي ده ربنا بيصرف فيه درجات ومنح على الناس اللي خدموا في سلك طاعته. مش حاول ان هو حد شريط او شريطين او ثلاثة ونجمع عشان يبقى بتشويش او بلوك امين، او حيرقيه لمساعد اول، او يديله دبورة يبقى ملازم، او اثنين يبقى اول، او ثلاثة يبقى نقيب او يزباشة، او يشيل الثلاثة وحط نسر يبقى رائد وخليه رائد على طول. لا. ها؟ ومش هيزود النسر نجمة يبقى بنباشة او مقدم او ابدا، او نجمتين يبقى عاقد، او ثلاثة يبقى مرلاي او عميد، او يشيل البسيطة دي كلها وحط الكفين وشوية حفرها، او يشيل ده كله وحط له مشير وياخده عنده. مفيش حاجه منه. انما ربنا جيت تشوف النياسين بتاعت ربنا بقى بعد ما توحد الله. النياسين بتاعت ربنا بيقول اذا بلغ عبدي 40 سنة كفيته شر البلايا الثلاث، الجنون والجزام والضرب. متوحد الله. يا سلام. الجبل 40 سنة. فساعد ربنا. ربنا يقول له لك علي عهد ان انا لا ابتليك بالجنون ولا بالجسام ولا بالقرب. الجنون معروف ذهاب العقل. الجسام داء فتساقط له الاعصاب. البرص مرض جلدي يمطر منه الناس. انت ما دام خدمت عندي في الكشف بتاعي 40 سنة انا هديك 3 درجات. لا جنون لا جسام لا برص. فاذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا يسيرا. قال لك بطاعة الله 50 سنة. انت عارف الحساب اليسير عبارة عن ايه؟ ان ربنا يبص له في الدفتر بتاعه ويقول له اذهب الى الجنة بدون مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. ها؟ انما لو ربنا قال له افتح الصفحة الاولى شوف فيها ايه؟ يبقى يا جه يا دوب كده. هيبقى الحساب ده جاي. انما ده قال له كده توكل على الله ادخل الجنة بس. الملائكة تبص في الكتاب بعد الانسان ما يطلع من القبر تقول له هنيئا لك الجنة. اهو ده الحساب اليسير، ان تفتح الدفتر بتاعك الملائكة تبص فيه تقول لك ادخل الجنة وخلاص. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ها؟ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ كتابا. مش كده يا عم صالح؟ عم صالح بيقول لك اقرا. اقرا انت يا عم صالح. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وحد الله لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. طيب. فاذا بلغ 60 سنة احببته للملائكة. 60 سنة بطاعة الله تبص تلاقي الملائكة كلها تحبه. الملائكة وما يعلم جنود ربك الا هو. ده ما في موضع 4 اصابع في السماء الا وفيه ملك قائم او راكع او ساجد لله الى يوم القيامة. كل الملائكة ده ايه؟ تحبه. هو مش مرة ابو ذر قاعد مع النبي فالنبي بعد الوحي ما فطر عنه قال له ابو ذر ده جبريل بيتكلم عليه. قال له جبريل؟ خبر ابيض. عرفني؟ قال له عارف. سبحان الله. جبريل بقى مش محافظ كفر الشيخ ولا محافظ ها؟ لا جبريل. جبريل يا رجال. راح ابو ذر بيستغرب. جبريل عرفني؟ قال له عارف. ازاي؟ قال له طب ما انا سالت السؤال.
قلت له أتعرفه يا جبريل؟ قال لي وكيف لا أعرفه وملائكة السماء جميعا تعرفه بكثرة قراءته لقل هو الله واحد. ده نشتغل فيها بقى. نشتغل فيها. والله ده واحد من صحابة النبي توفى والنبي كان في غزوة تبوك على حدود الشام. النبي بس لقى الشمس غيمت كده والكون اتغير كأن فيه انذار كده. قام النبي بيسأل جبريل مين ايه ده؟ قال له لقد مات صاحب من اصحابك اليوم هو معاوية الليثي. معاوية الليثي النبي سابه في المدينة مريض ما قدرش يروح في الجيش يحارب. وبعدين جبريل قال للنبي انا اعلم انه كان ذا مكانة عند الله.